يبدو أن ملف الحديدة داخل مرحلة الحسم النهائي التي ستقرر مصير المدينة وربما مصير الأزمة اليمنية برمتها، لكن ذلك الحسم يمضي بشكل متنازع عليه بين الأمم المتحدة التي قررت مساراً يبدو أقرب إلى وجهة نظر ميليشيا الحوثي، وبين الحكومة التي ترفض هذا المآل لواحدة من أهم محطات الحرب اليمنية. أهلا بكم إلى فضاء حر. منذ البداية كان الاتفاق غامضا، وهو ما سمح للطرفين بطرح رؤى متناقضة حول طريقة التنفيذ، وفي النهاية لجأت الأمم المتحدة إلى تأييد رؤية ميليشيا الحوثي كما يقول مراقبون، معتمدة انسحابها الصواري من موانئ الحديدة الثلاثة كمرحلة أولى لتنفيذ الاتفاق. في شهر مايو الماضي كان مارتن جريفيث يؤكد أمام مجلس الأمن تنفيذ ميليشيا الحوثي المرحلة الأولى بانسحابها من الموانئ، وهو ما جر عليه عاصفة من الانتقادات الحكومية وصلت حد المطالبة بتغييره، لترسل المنظمة الأممية أحد مساعدي أمينه العام إلى الرياض للقاء المسؤولين اليمنيين وتهدئة الأزمة. عاد بعدها قائد فريق المراقبين الأمميين في الحديدة ليؤكد هذا الانسحاب، لكنه أكد أنه لم يكن كاملا في ميناء الحديدة ليتم تأكيد خطوة الحوثيين ومنحها صفة الشرعية الكاملة. لا تزال الحكومة ترفض هذه الخطوة، تعتبرها مخالفة من المبعوث الأممي لنص الاتفاق، لكن الملاحظ أن هذا الرأي غير مجمع عليه داخل مؤسسة الشرعية، كما يقول البعض إنه كان سبباً في استقالة وزير الخارجية خالد اليماني. إذن لماذا تصر الأمم المتحدة على فرض هذه الرؤية للحل في الحديدة؟ وما هي خيارات الحكومة؟ وما هو أفق الأزمة اليمنية وفقاً لما ترسمه خطوط تسوية الحديدة في حال إقرارها؟ سيكون معنا في هذه الحلقة من نيويورك المحلل السياسي إبراهيم القعطبي، ومن عدن الناشط السياسي طارق سرور. أرحب بكم ضيفي الكريمين، أطرح عليكم السؤال المشترك. أبدأ معك سيد القعطبي، إلى أي مدى ستنجح الأمم المتحدة في فرض الحل الذي تدعمه في الحديدة برأيك؟ هذه هو الحديث ليس حول ما إذا ستفرض الأمم المتحدة حلاً أو غير ذلك. ما يجري في الحديدة هو جار على قدم وساق، إما رضت الحكومة اليمنية بذلك وإن لم ترضي به. فأنا في اعتقادي أنه الآن الأمم المتحدة لديها رؤية في هذا الخبر، والهدف كله هو أن يبقى هذا الميناء أو ميناء الحديدة بعيداً عن الصراع بين الميليشيات الحوثية وأيضا عن القوات التابعة للإمارات. ما يجري اليوم وما يعرف الكثيرون أن الإمارات أن الأمم المتحدة فقدت يعني ثقتها بالحكومة اليمنية، كون الحكومة اليمنية لم تعد تملك يعني قرارها بيدها، والقوات وحتى وإن أتت الحلف العربي الشرعية القوات فستكون هي قوات يعني تابعة للإمارات العربية المتحدة كما رأينا في عدن وفي حماة في الموانئ الأخرى. لكن المشكلة الأخيرة أيضا أنه تم تسليم الميناء إلى ميليشيا الحوثي، وهذا لأنه أصبح الأمر الواقع. الحكومة اليمنية للأسف الشديد لا تملك مشروعا لاستعادة الدولة، لاستعادة الأرض، لاستعادة الموانئ، وفشلها بات واضحا بما يجري في المناطق الجنوبية. فلذلك أنا في اعتقادي ليس فقط الأمم المتحدة وإنما العالم كله أصبح يفقد الثقة بالحكومة اليمنية كونها لا تملك قرارها، وإن القرار الوحيد الذي يسيطر على الوضع في اليمن هو قرار المملكة العربية السعودية والإمارات، وهذا مشكلة كبيرة بالنسبة لليمنيين. فلذلك يجب أن تتغير المعادلة أول من قبل الحكومة اليمنية. لا أعتقد أن الأمم المتحدة تدافع عن طرف دون آخر أو أنها تريد أن تفرض أجندتها، لأنها هناك فرق بين مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة كمنظمات تعمل في الشأن الإنساني وهدفها هو إدخال المعونات للشعب اليمني. لكن ما يجري على الأرض مختلفا تماما. نحن نعرف أن ميليشيات الحوثي هي تسرق المعونات الإنسانية، لكن الأمم المتحدة تتعامل من ما يجري على الأرض كواقع يجب أن تتعامل معه. إذن الأمم المتحدة لا يمكن أن تفرض إرادتها على اليمنيين وتتعامل بما تراه على الأرض. أنقل لك ذات السؤال سيد طارق سرور، إلى أي مدى ستنجح الأمم المتحدة في فرض الحل الذي تدعمه في الحديدة واليمن بشكل عام؟ التحية لك ولضيفك الكريم ولكافة مشاهدي قناة بلقيس.
حقيقة الأمم المتحدة ستسعى جاهدة لتبني رؤيتها، أو كما نطلق عليها رؤية ميليشيا الحوثي الإنقلابية، وستتمكن من ذلك إذا لم تستيقظ الشرعية وإذا لم يستيقظ التحالف. وبالدرجة الأولى نحمل المسؤولية الحكومة والشرعية ممثلة بالرئيس هادي ورئيس الحكومة، عليهم تحمل مسؤوليتهم قبل أن تضيع الحديدة وتضيع اليمن. من هنا أطلقها بأن عليهم تحمل مسؤوليتهم في اللحظات الأخيرة، حيث أن المخطط واضح وبشكل علني تهيئة التسليم الحديدة للميليشيات، وكان ذلك من خلال المسرحية الهزلية التي تمت وبموافقة الأمم المتحدة وموافقة غريفيث ورئيس لجنة الانتشار لوريس غارد، والذي للأسف الشديد ضحك على العالم أجمع بأن الميليشيات الحوثية سلمت موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف، وهي بالحقيقة لم تسلمها إلا إلى نفسها، ولكن بغطاء من قبل الأمم المتحدة. واضح أن هناك مخطط بريطاني، واضح أن هناك مخطط إقليمي، المخطط كبير ومتشعب، مخطط قد يقول كثير من المحللين يتهيئة الحديدة والشمال ليتسلمه الميليشيات الحوثة وبقايا أيضا رجال عفاش، وتسليم الجنوب للمجلس الانتقالي، وهذا برضا إقليمي للأسف الشديد. لهذا نقول للشرعية عليها أن تستيقظ، والوقت حرج جدا، وإن لم تمنع هذه المهزلة ستتحمل المسؤولية وسيلعنها التاريخ وستضيع الحديدة وستضيع اليمن للأسف الشديد. هذا ما يؤكده الآن تهيئة غريفيث في الاجتماع القادم في 17 مايو لمحاولة عرض تقديم فريق أممي أو مراقبين مسلحين بهدف تثبيت هذا الوضع الهزلي والمخالف لاتفاق ستوكهولم، وبهدف حماية الميليشيات ومنع تعرض قوى المقاومة لها حتى يحميها هذا الفريق الأممي المسلح. لهذا نقول الوقت طيب. حرج، ونؤكد هنا بأن المقاومة التهامية أيضا لن تستسلم ولن تقبل بهذا الأمر، وستكون لها كلمتها بإذن الله تعالى. طيب دعني أنتقل إلى السيد القعطبي. السيد القعطبي، يعني في البداية فرضت الأمم المتحدة اتفاقا غامضا طرحته في ستوكهولم، ثم عادت لتفرض تنفيذ ذلك الاتفاق وفقا لتفسير غير واقعي كما يقول كثيرون، على الأقل من وجهة نظر الحكومة الشرعية. يعني لماذا تصر الأمم المتحدة على فرض وطرح هذه الرؤية الخاصة بها للحل في الحديدة؟ أنا كما ذكر ضيفك الكريم، هناك أيضا مخطط إقليمي ودولي لتقسيم اليمن ولتمرير مشروعات ليست من صالح اليمنيين ولا من صالح استعادة الشرعية. المشكلة الكبرى كما نذكر مرارا وتكرارا أن الحكومة الشرعية مغيبا تماما، وللأسف الشديد أنه بعد 5 سنوات منذ غياب الحكومة الشرعية من على أرضنا، ما زال العالم والداخل اليمني ينادي الحكومة بأن تستيقظ. وأنا في اعتقادي أن الجلد في الميت حرام، يعني الحكومة الشرعية باتت شبه غير موجودة، محجوزة في المملكة العربية السعودية. طيب سنعود للحكومة الشرعية، لا تخاطب الشارع اليمني، سنعود للحكومة الشرعية وخياراتها، لكن لماذا الأمم المتحدة تواصل يعني بهذا الشكل؟ سيد القعطبي، لماذا تواصل الأمم المتحدة الضغط لفرض هذه الرؤية يعني وهذه التجزئة كما يقول كثيرون لمسألة الحل تحديدا في الحديدة؟ الأمم المتحدة لديها برنامج تحاول يعني تتحدث عن السلام. المشكلة هنا مرة أخرى ليست الأمم المتحدة فحسب، لكن لماذا ترضى الشرعية بكل هذه المهزلة وبكل هذه الاتفاقات، ويخرجوا يقولون أنه من أجل السلام ومن أجل صناعة السلام؟
المشكلة الحكومة هنا الشرعية غير راضية. لا يوجد للحكومة قبل اليمنية قبل أيام قبل فترة صغيرة كان هناك رسالة من قبل الحكومة الشرعية إلى الأمم المتحدة إلى الأمين العام لمجلس للأمم المتحدة، تتحدث فيها الحكومة الشرعية عن يعني خروج جريفيث عن مسار الحل المتفق عليه. إذا هذه نقطة، لكن لا يوجد أيضا الحكومة الشرعية، تحدث فقط على ميناء الحديدة، فأين خيارات الحكومة اليمنية الأخرى؟ يعني احنا نتكلم على الحسم، أنا في اعتقادي أن الحوثيون لن يأتوا إلى طاولة الحوار بدون الحسم الحقيقي على الأرض. ما هي خيارات حتى وافترضنا أنه عاد الميناء الحديدة إلى الحكومة الشرعية، فلنفترض كذلك، يعني ماذا عن بقية اليمن؟ ماذا عن صنعاء؟ ماذا عن البيضة؟ ماذا عن تعز؟ ماذا عن مناطق كثيرة من اليمن الذي ما زالت قابعة تحت سلطات وميليشيا الحوثي؟ فلذلك أنا في اعتقادي أن المشكلة الحقيقية هو في الاستراتيجية اليمنية والتحالف الذي ذهب بعيدا عن مشروع استعادة الدولة اليمنية وبات ينفذ مخططا دوليا للولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ولدولتي الإمارات والنظام السعودي. اليمنيين بعيدين عن ما يجري على الأرض، الأمم المتحدة تمشي أحيانا من منطلق أنها تريد إدخال المساعدات إلى الداخل اليمني، الآن تتعامل مع واقع حقيقي، هناك ميليشيات تتبع للمجلس الانتقالي الجنوبي في الجنوب، وهناك ميليشيات تتبع للميليشيات الحوثية في المناطق الشمالية، الحكومة اليمنية مقيبة تماما، الأمم المتحدة والعالم الآن يتعامل من خلال واقع موجود على الأرض، فقد أمله في أن استعادة الشرعية والحوار مع الشرعية بات مجديا، هناك ليس جدوى مع هذه المسرحية التي يعني تطبق على اليمنيين من خلال حكومة ليست موجودة في الداخل وإنما في الخارج في فنادق منذ 5 سنوات. يعني هل ننتظر؟ طيب، وهذه النقاط التي تطرحها السيد القعطبي تدفعني للتساؤل الذي أنقل إلى السيد سرور. الآن سيد سرور، يعني هناك استمرار في طرح الاتهامات على الأمم المتحدة بأنها تدعم ميليشيات الحوثي، بأنها تتماهى مع رؤية ميليشيات الحوثي للحل في اليمن، ومع ما يعني يقال أنه مسرحيات تحدث، لكن في المقابل الأمم المتحدة وفي كل بيان في كل قرار تؤكد مرارا وتكرارا على التزامها بالمرجعيات الخاصة فيما يتعلق بالحل في اليمن، القرارات المعنية، المبادرة الخليجية، مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. ألا يكفي هذا؟ ما الذي يراد من الأمم المتحدة أكثر من ذلك؟ هل تقاتل بدلا من الحكومة الشرعية؟ لا أخي الكريم، الأمم المتحدة هي تحاول أن تنجز أي نجاح لها، خاصة في ظل تردي هذا الملف وفي ظل عدم حصول أي تقدم به أو في القضية اليمنية بشكل عام أو في اتفاق ستوكهولم منذ ديسمبر الماضي 2018 لم يتم تحقق أي نجاح. مع اتفاق ستوكهولم حاول غريفيث أن يصنع له نجاح شخصي أو يصنع للأمم المتحدة نجاح، وتم الضغط بشكل كبير على الفريقين للتوافق على هذا الاتفاق الذي كان من البداية غير واضح وغير شفاف، وكانت عناصره تتحمل أكثر من موضع تفسير، وأعطي لكل فريق للأسف التفسير الذي يرضيه، وعندما وصلوا إلى أرض الواقع اصطدمت التفاسير، وكل فريق أصر على التفسير الذي أعطي له من قبل الأمم المتحدة، وبالتالي حدث هذا الفشل الذريع لاتفاق ستوكهولم الذي كانت الأمم المتحدة قد تغنت به وقد قدمته للعالم بأنه بداية لتحقيق السلام ولتحقيق الحل الشامل في اليمن. لكن للأسف الشديد كما قلت من البداية تم فشل الذريع لهذا الاتفاق، فحاول جريفيث عبر أكثر من مرة أن يعمل طرق نجاح أو وسائل نجاح لهذا الاتفاق، بداية من المسرحية الهزلية الأولى والذي كان موقف الرئيس فريق الانتشار السابق كاميرث المحترم والذي نكون له كل الاحترام، والذي رفض تلك التمثيلية في تلك في هذاك الوقت، وبالتالي تم تغييره أيضا بناء على رغبة الميليشيات الحوثة. أيضا حاول تجزيء بعد ذلك هذا الاتفاق المراحل الإنسانية عن بقية إجراءات الاتفاق المتمثلة في إعادة توزيع الانتشار،
ولم يتم أيضا ذلك. بعد ذلك تم أيضا مراضات الحوثة بأن يتم الاجتماع فوق سفينة على عرض البحر، عندما رفض فريق الحوثيين لقاء الفريق الممثل للحكومة الشرعية في المناطق المسيطرة عليها، وأيضا لم يتم الوصول إلى شيء. بعد ذلك تم الاعتداء أيضا على فريق الانتشار وعلى فريق الانتشار الحكومي وعلى لورس غارد، وللأسف الشديد لم تصدر الأمم المتحدة أي تعليق على ذلك. تم التعنت بشكل كبير لعدم الوصول إلى كميات القمح الضخمة الموضوعة في مطاحن البحر الأحمر والذي كان الطريق إليها من قبل، لكن كانت هناك بيانات إدانة من قبل الأمم المتحدة حول ذلك. يعني هذه النقطة يجب من قبل على الأقل برنامج الغذاء العالمي، كانت بيانات متأخرة وكذا منسقة شؤون الإنسانية. لكن يعني في هذا السياق ما المشكلة أن تتحدث على أن الأمم المتحدة تحاول البحث عن نجاح؟ ما المشكلة في أن يتحقق نجاح بسلام في اليمن؟ أخي الكريم، نحن مع النجاح ونحن مع السلام ونحن من يطرح السلام، لكن السلام بما تم الاتفاق عليه بالرغم من اتفاق ستوكهولم أعطى مميزات كبيرة لهذه الميليشيات، إلا أن الشرعية ومن يمثلها قبلوه على مضض. ولكن أن يأتي وأن يتم التغيير على أو الانجرار خارج هذا الاتفاق وبمسرحيات هزلية غير مستساغة من أحد، فذلك غير مقبول. أخي الكريم، كان أساس اتفاق ستوكهولم هو الناحية الإنسانية لأبناء الحديدة وللمدنيين في محافظة الحديدة وإيصال المواد الغذائية لهم ومواد الدعم لهم. ماذا تم منذ اتفاق ستوكهولم ومنذ بداية تنفيذه في 18 ديسمبر الماضي؟ لم يتم أي شيء، لم تتحسن النواحي الإنسانية نهائيا لأبناء الحديدة. كل ما تم هو زيادة تمركز الميليشيات وإعادة تموضعها وزيادة عدد حفر عدد الخنادق وتقسيم المدينة إلى كنتونات وزيادة تحشيد الأفرادها من المناطق المختلفة واستمرار التلغيم بشكل يومي واستمرار الضرب بالكاتيوشا والصواريخ والأسلحة المتوسطة على بقية مدن الحديدة، الحيث و الخوخة والتحيتة والدريهمي. يوميا يتعرض أهلنا هناك إلى كثير من هذه القذائف، يوميا يموت هناك أكثر من طفل، أكثر من مرأة، أكثر من فرد. يوميا لا يستطيع أبناء هذه المناطق أن يذهبوا إلى مناطق أعمالهم، يتعرضون للألغام وللأسلحة. يعني لم يستفد اليمنيون من ذلك، إنما المستفيد أفهم من كلامك من الشيعة الحوثي، إلى الآن لم يستفد اليمنيون مما حصل في الحديدة، فقط المستفيد هم ميليشيات الحوثي. نعم نعم نعم، هذا طيب. اتفاق ستوكهولم كان إنقاذا للميليشيات الحوثي. أخي الكريم، طيب هذا اتفاق ستوكهولم كما يقول سيطرت سلوك كان إنقاذا لميليشيات الحوثي. سيد القعطبي، على مشارف مدينة الحديدة كانت داخل نعم مدينة سلوك. الحديدة كان يفصل بينها وبين الميناء 3 كيلومتر. وضحت هذه النقطة سيد نعم. سرور، يعني كانت يعني محصلة اتفاق ستوكهولم فيما يتعلق على الأقل بالحديدة هو انتصار لميليشيات الحوثي، ألا يمثل هذا يعني انحيازا من قبل الأمم المتحدة للرؤية الحوثية تجاه الحل في اليمن؟ يعني جاب يعني أحضر السيد سرور مثالا واضحا وجليا عندما تحدث عن كاميرت الذي في نهاية المطاف خرج من المشهد عندما كما يقول سيد سرور قال الحقيقة وما يحدث وأن هناك مسرحيات يعني تحدث من قبل ميليشيات الحوثي. لكن الآن عندما رفضت الحكومة تحركات جريفيثس كان هناك نوع من المرونة، لم يكن هناك موقف حاسم من الأمم المتحدة. إذن هذا يفرض أو هذا يقترح أن الأمم المتحدة تميل بالفعل لميليشيات الحوثي في رؤيتها في اليمن. أنا في اعتقادي أن هذا الخبر ليس صحيح وهذا اللي تروحه ليس صحيحة. أولاً لماذا؟ يعني حتى وإن سلمت يعني أو سلم ميناء الحديدة إلى الحكومة الشرعية والإمارات والتحالف العربي كان سيستولي الحوثيون على المواد الغذائية والإنسانية التي تدخل من هذا الميناء كونهم مسيطرين على اليمن الشمالي، ومن ثم سيسرقون تلك المعونات. هذا نقطة أساسية. النقطة الثانية في هذا الاتجاه، الحوثيون من كانوا يسيطروا على ميناء الحديدة وعلى
الحديدة نفسها، فلذلك هم موجودون في ذلك المكان قبل وبعد الاتفاق، فلذلك لم يتغير أي شيء. التغير الحقيقي الذي حصل هو إيقاف تلك المعركة الذي كان سيرتكب من خلالها مجازر إنسانية في حق اليمنيين وحق المدنيين في الحديدة وفي ميناء الحديدة، وكان سيتم تدمير ميناء الحديدة من قبل هذا التحالف الذي يدمر اليمن في كل بقاعه وفي كل مناطقه. أنا في اعتقادي أنه ما حصل في الحديدة ليس فقط انتصارا للحوثيين وميليشياته من خلال فشل السعودية والتحالف العربي في إدارة الملف السياسي والعسكري، وإنما أيضا إيقاف مجزرة كانت ستلحق باليمنيين في داخل الحديدة وكان سيتم. لكن لم نفهم الآن سيد القاطب، يعني إذا استمرت المعركة فالحكومة والتحالف يعرضون المدنيين للخطر، وإذا لم تستمر المعركة ولم يكن هناك إلا حل سياسي ومراعاة للأوضاع الإنسانية، قلت أن الحوثيين كسبوا والحكومة فاشلة، يعني كيف يمكن موازنة الأمر؟ هي هذا المشكلة الحقيقية. نحن نقول مرارا وتكرارا أنه حتى السلام نفسه والحسم نفسه بحاجة إلى شجاعة وبحاجة إلى مقاومة حقيقية، وهذا ما يفتقده التحالف وما تفقده الحكومة اليمنية. يعني يجب أن يكون هناك تحركا إعلاميا وسياسيا للحكومة اليمنية على مستوى العالم. هل سمعت وزيرا يمنيا يتحرك في أي مكان في العالم؟ هل سمعت وزيرا يمنيا يأتي إلى الأمم المتحدة؟ هل سمعت وزيرا يمنيا يزور واشنطن أو يزور بريطانيا أو يزور روسيا أو يزور أي مكان؟ هذا كله لم يحدث. هل سمعت أن الحكومة اليمنية أو التحالف الإماراتي السعودي يمول المقاومة في البيضاء وفي مريس وفي الضالع وفي تعز وفي الجوف وفي مناطق أخرى؟ لا. يعني إذن أصبح الأمور العالم والأمم المتحدة يتعاملون من تعامل واقع أن الحوثيين موجودون ويقاومون، وأن الحكومة الشرعية لن تعد تقاوم ولا بيدها أي شيء، سلمت كل أوراقها. لكن في نهاية المطاف سيد القاطبي، يعني لا يمكن للأمم المتحدة أن تنفذ أي اتفاق دون موافقة الطرفين. في نهاية المطاف هناك حكومة شرعية وحلفاء لها، هناك ميليشيات الحوثي وأيضا حلفاء لها. إذا لم يتفقوا، إذا كان أحد الأطراف غير راضي بما يحدث، لن يكون هناك نجاح لمساعي الأمم المتحدة في إحلال السلام، فعلام تعول. ولن يكون هناك نجاح. أنا في اعتقادي أن النجاح في اليمن إذا كان الهدف منه هو القضاء على ميليشيا الحوثي واستعادة الشرعية في اليمن، فذلك لن يتم إلا من خلال المقاومة ومن خلال تحرير المناطق من خلال الحكومة الشرعية والجيش الوطني. إذا تكلمنا عن غير ذلك فنحن نتكلم على نفس الحرب الذي يعني أتينا الذي نحن فيه، يعني هو تمكين ميليشيات الحوثي، هو تمكين الميليشيات في الجنوب اليوم التي تقوض الحكومة الشرعية، هو تمكين المخططات الدولية والإقليمية التي تحاول تقسيم اليمن إلى كنتونات مصالح بين الغرب والخليج وإيران. فلذلك أنا في اعتقادي أن الحل الوحيد في اليمن هو المقاومة الشرعية الحقيقية التي يجب أن يقودها الشعب اليمني لتحرير مناطقه من ميليشيات الحوثي وأيضا من الميليشيات التي تحتل الجنوب التي تمونها السعودية والإمارات. هذا هو الحل الوحيد، غير ذلك سيكون مجرد ترقيعات كما أرينا في السويد، وسيفضي به نهاية المطاف إلى الفشل، وسيظل اليمنيين يعانون من الكارثة والمجاعة والحرب والتشتت. فلذلك أنا في اعتقادي أنه يجب على اليمنيين أن يكون هناك مشروع ثالث لاستعادة المقاومة، لتموين المقاومة، وللتخاطب مع العالم الحر الذي طيب يحاول مساعدة. سنبحث في الخيارات. العالم ينظر إلى الحكومة الشرعية أنها ليست إلا مجرد أداة بهذا التحالف الذي لا يخدم إلا مصالحه ولا يخدم إلا تدمير الشعب اليمني واحتلال جزيرة. سنبحث في هذه الخيارات الآن سيد القاطري. ينظر إلى أن الحوثيين قبل متولد. ذلك. لكن قبل ذلك دعني أسأل سيد سرور، يعني فيما يتعلق بأنك تتحدث على أن اتفاق ستوكهولم غامض، لماذا وقعته الحكومة إذن سيد سرور؟ لماذا يسلط هذا الغضب كله على الأمم المتحدة وعلى المبعوث الأممي؟ أليس من الأولى الغضب على الحكومة وعلى الحلفاء أيضا؟ أخي الكريم، نعم، الغضب على الجميع. معروف بأن الاتفاق للأسف الشديد حتى لم يوقعه الطرفان، وهذا من المفارقات العجيبة. الاتفاق لم يوقعه الطرفان، سواء الحكومة الشرعية أو ميليشيات الحوثي، وإنما تم التوافق الشفهي
وبضغط كبير من قبل الأمم المتحدة، من قبل غريفيث، من قبل التحالف أيضا. نعرف بأن وقت توقيع اتفاق استوكهولم كانت هناك لا زالت قضية خاشقجي في الوسط السياسي، ولعبت دور كبير أيضا في الضغط على التحالف لإجبار الحكومة على التوقيع أو على الاتفاق وعلى التوافق. وللأسف الشديد لأنه كان اتفاقا غير واضح واتفاق غير شفاف لم ينفذ منه أي شيء، لا قضية تبادل الأسرى ولا توقف الهدنة في الحديدة ولا أيضا بحث المسائل الاقتصادية ولا موضوع تعز، لم يتحقق من اتفاق استوكهولم إلى الآن إلا الفشل، ولم يستفيد منه إلا الميليشيات الحوثية التي أعادت ترتيب مواضعها والتقطت أنفاسها وعادت سيطرتها بشكل كامل على الحديدة، وعانى منه بشكل كبير إخواننا وأهلنا المدنيين، أكثر من 2000 اختراق منذ اتفاق استوكهولم إلى الآن، الضحايا بلغوا بالمئات، الذين تعرضوا للألغام وللأسلحة أعداد كبيرة جدا، توقف الحياة بشكل كامل، حصار المدن والقرى الريفية، توقف الناس عن ممارسة حياتهم بشكل يومي، أصبحت الحياة مأساة بكل ما تعنيها الكلمة، خاصة في هذه الأيام وفي فصل الصيف، ومعروف بأن درجة الحرارة في الحديدة تصل إلى أكثر من 40 درجة مئوية مع ارتفاع كبير للرطوبة. فمن النواحي الإنسانية التي تم اتفاق استوكهولم على أساسها هي من زادت معاناة الناس من حولها. المواطن يستطيع أن يتحمل أسبوع أو شهر على أن ينتهي الحسم، ولا أن يتحمل هذا الموت البطيء بشكل يومي دون أن ينظر له أحد. طيب سيد القاطبي، يعني الآن على ما يبدو أن هناك اختلاف في وجهات النظر داخل الشرعية، كما يبدو أن يعني استقالة وزير الخارجية خالد اليماني جاءت على هذا الأساس. اليماني كما يبدو كان من المؤيدين للتعاون مع الأمم المتحدة، لكن الرئاسة ترفض هذا المسار بشكل أو بآخر. إذا ما صح هذا الأمر، كيف ستؤثر هذه الاستقالة على مسألة التعاطي مع الأمم المتحدة وعلى ملف الأزمة اليمنية بشكل عام؟ أنا في اعتقادي أنه ليس الحكومة أو الرئاسة هي التي ترفض التعامل مع الأمم المتحدة، وأن سبب استقالة وزير الخارجية خالد اليماني كان بذلك السبب. أنا في اعتقادي أن المشروع والمسألة أكبر من ذلك، هناك كما نعرف أجندة إقليمية ودولية تنفذ على أرض الواقع، وربما خالد اليماني كان يعني يرفض كل تلك التسويات التي تخل بالسيادة اليمنية وتمزق اليمنيين، فلذلك استقال. وإذا مثلا حتى رفضت الحكومة اليمنية والتحالف عدم التعامل مع الأمم المتحدة، فالسؤال هو ما هي خياراتهم على الأرض؟ نحن ندرك ويدرك اليمنيون مرارا وتكرارا والعالم كله أن الحوثيون لا يوقعون على اتفاقية ولا يتم تنفيذ أي اتفاقية يتم يعني توقيعها معهم. فالسؤال هو لماذا الذهاب إلى توقيع اتفاقيات مع ميليشيات لا تؤمن بأي سلام ولا تؤمن بأي شيء غير خيار السلاح ويعني الانقلاب على السلطة من خلال السلاح واستخدام السلالة. فلذلك أنا في اعتقادي أن أي توقيعات قادمة، أي يعني مهزلة قادمة لن تنفذ على أرض الواقع طالما والحوثي لديه مشروع واحد وهو البقاء في السلطة من خلال استخدام السلاح. فلذلك الحوثي لن يوقع ولن يستسلم على أي اتفاقية. هنا يتساءل المواطن اليمني، فما هي خيارات الحكومة الشرعية والتحالف الذي يدعمه؟ الخيار هو واضح وسليم منذ اللحظة الأولى، أن الحوثيون يعني لن يستسلموا لأي سلام إلا إذا كان هناك الجيش الوطني على مشارف صنعاء، إلا إذا كان هناك يعني استعادة الشرعية وأن تكون الشرعية اليمنية وحكومتها في الداخل اليمني وأن تكون متواجدة وأن تقدم الخدمات للمواطنين في المناطق التي يسيطرون عليها. لكن هذه هي المشكلة الحقيقية التي يواجه اليمني. الحوثيون سيبقون طالما هناك حكومة هزلية موجودة في الخارج، طالما وأن الإمارة السعودية لا تسمح حتى للطائرة اليمنية في الهبوط والإقلاع من المطارات اليمنية،
في ودخول كل المساعدات الإنسانية إلى اليمن. هناك المهزلة يجب أن تتوقف. الحكومة الشرعية كونها شرعية فقط هي من تتحمل المسؤولية بإيصال ما يجري على أرض الواقع إلى الشعب اليمني. نحن نتكلم دائما عن تكهنات، حتى استقالة الوزير اليمني هي تكهنات ولا نعرف حقيقة ما وراء تلك الاستقالة. فلذلك الرئيس نفسه هو المسؤول الكبير عن ما يجري في اليمن ومن تشتت ومن مهزلة وعدم حسم ضد الميليشيات الحوثي. الحديث عن سلام وعن اتفاقيات مع ميليشيات الحوثي ضرب من الخيال، يعني ولن ينفذ ولن ينفذ. الحوثيين لديهم مشروع سلالي إيراني سينفذ على الشمال إن لم تكن هناك مقاومة يمنية بحتة، إن لم يبحث اليمنيون على حلفاء دوليين جدد من أجل مساعدتهم لدحر هذا الانقلاب واستعادة الجمهورية والشرعية واستعادة اليمن وتوحيد أراضيه. غير ذلك نحن في مهزلة منذ مخرجات الحوار الوطني، اتفاقية السلم والشراكة، الاتفاقيات الأخرى التي كانت تديرها الأمم المتحدة وأفضت إلى الانقلاب وإلى تسليم جنوب اليمن إلى النظام السعودي والإماراتي والتشتيت وهذا التشرذم وهذه وأيضا حكومة في الخارج. المقاومة هي الحل الوحيد لليمنيين. العالم كله يتعامل مع ما يجري على أرض الواقع. غير ذلك سنكون نتحدث، نحن منذ 5 سنوات نتحدث على نفس المشاكل وعلى نفس المسائل ولن نخرج إلى طريق. طالما والجبهات متوقفة، طالما والمناضلين يتم إخراجهم من الجبهات، طالما والجبهات لا يتم دعمها، طالما والميليشيات هي من تمول، ميليشيات أبو العباس في تعز، ميليشيات الزبيدي في الجنوب، الميليشيات الحزمة الأمنية التي لا تخدم الشرعية ولا تخدم السعادة الشرعية ولا تخدم اليمنيين، وإنما تقوض أي شيء وأي سلم في اليمن وأي مستقبل قادم، وأيضا تقوي من وجود الحوثي في المناطق الشمالية. هذا كله يجب اليمنيين أن يصحوا من سباتهم. الحديث عن حكومة شرعية يجب أن ينتهي. الحديث عن سلام مع الشرعية مع الحوثيين يجب أن ينتهي. الحديث عن مقاومة وتمويل المقاومة وعن مشروع ثالث لاستعادة الأراضي اليمنية والدحر ميليشيات الحوثي وأيضا دحر الانقلاب والاحتلال الذي تمارسه الإمارات السعودية في الجزر اليمنية. هناك قوات ترسل يوميا إلى جزيرة سقطرة. الطائرة اليمنية الوحيدة التي تنقل 27 مليون مواطن يمني تمنع يوميا من النزول على أراضيها، بينما يسمح للطائرات الإماراتية والإسرائيلية بالعبور من فوق الأجواء اليمنية. هذا الشيء الذي يجب أن نوقف أمامه وأن نصارح أنفسنا تماما. طيب أنت حدثت الآن يجري في اليمن. هناك أنت حدثت عن قدرات المقاومة والحكومة الشرعية الضعيفة، وهذه نقطة أسأل فيها سيد طارق سرور. يعني إذا كان اتفاق ستوكهولم تم بضغط من التحالف، يعني ضغط أيضا دولي في سياق الحديث عن ملف خاشقجي وما تفضلت به، وأيضا كانت معظم القوات الموجودة الآن في الحديدة تتبع التحالف بشكل أو بآخر مباشرة أو بشكل غير مباشر وليس الحكومة، فعلى أي أساس الآن الحكومة تتخذ موقف الرفض لهذه الخطوات الأممية، أم أنها فقط يعني تضحك على الناس؟ لا أخي الكريم، لم يعد أمام الحكومة الآن إلا أن تتخذ خطوات الرفض الواضحة والقوية والصريحة. على ماذا تستند؟ حتى تستطيع إنقاذ ما نعم؟ على ماذا تستند في هذا الرفض؟ تستند بذلك بأنه لا خيار آخر لديها، إما أن تكون وإما أن لا تكون، إما أن تنقذ اليمن وتتحمل مسؤوليتها وتصارح الشعب اليمني بما يدور. هناك الآن خياران أمام الحكومة فقط، عليها أن تراجع أمورها بشكل كبير جدا وتعمل على تصحيح مساراتها، عليها أيضا أن تعمل على تصحيح علاقاتها مع التحالف وعلى أن تكون على صراحة أكثر مع التحالف، على التحالف أيضا أن يراجع نفسه بعد 5 سنوات من عاصفة الحزم ماذا حقق، على التحالف أيضا أن يبعد من رأسه تلك التخوفات الكبيرة من قوى أخرى في المجتمع اليمني، على التحالف أن يستيقظ ويعي الوضع. الآن صارت الطائرات المسيرة للأسف تصل إلى الرياض، إلى عمق الرياض، وتصل إلى دبي، وتصل إلى مطار أبها ومطار جازان ونجران، فالوضع اختلف كثيرا.
إن لم ينتبه وإن لم يستيقظ التحالف سيكون. لكن مع ذلك إلى الآن سيد سرور نعرف جميعا بأن مع كل ذلك نعم. مع كل ذلك إلى الآن ليس هناك موقف من هذه الدول. نتحدث عن السعودية والإمارات تحديدا القائدتان لما يعرف بالتحالف، إلى الآن موقفهم ليس متناسبا أو متناسقا مع موقف الحكومة الشرعية من خطوات لوليسغارد وغريفيث. هم يبدو أنهم يؤيدون هذه الخطوات. نعم. ليس هناك رفض من قبلهم لهذه الخطوات. لهذا على الحكومة الشرعية أن تكون واضحة وحاسمة وجادة في خلال هذه الأيام بأن تصارح التحالف، بأن يجب عليه أن يعيد سياسته، أن يدعم الشرعية الدعم الكامل، أن يدعم المقاومة بشكل كامل. ونحن رأينا دعم جيد لا بأس به، تحركت جبهة ميدي والمنطقة الخامسة تحرك إيجابي، نأمل أن يستمر، نأمل أن يستيقظ التحالف كما ذكرت، وبالتالي يدافع عن نفسه الآن بالدرجة الأولى ولا يدافع عن اليمنيين. لكن لماذا سيد سرور لماذا لا يصدر التحالف موقفا داعما للحكومة الشرعية سياسيا؟ لماذا يتماهى مع هذه الرؤية الأممية التي يعني نرى المسرحيات التي تفضي إليها إن صح التعبير؟ هناك للأسف الشديد كما قلت بعد إقليمي للمعركة بشكل كامل وللوضع السياسي في الخليج العربي وفي خليج هرمز، وكل هذا لا يبتعد أو لا ينفصل عن القضية في اليمن وعن صراع إيران والخليج وعن الصراع المفتعل بين إيران وأمريكا. هناك أيضا مطامع بريطانية وفي الخليج في الجنوب وفي اليمن هناك مطامع إيرانية إماراتية أيضا. لهذا يجب على الجميع أن يتوقف وأن يتحمل مسؤوليته أمام هذا المد الفارسي الإيراني الذي وصل إلى عقور دورهم كما ذكرنا. فيجب والحكومة سيكون أمامها خياران سيئان، إما أن تتفق مع التحالف بشكل واضح ويبدأ والتنفيذ الجاد لدعم كافة المقاومة، وإما أن تصارح شعبها بما تم وتعتمد على نفسها وتستمر تقاوم وتبحث عن مصادر أخرى وتمول نفسها، وبإذن الله تعالى ستتوفق وسيعينها الله وسيلتف الشعب اليمني بشكل كامل حولها عندما يجد أمامها عندما يجد عندها الصراحة التامة. أنتقل إليك سيد القاطبي، يعني عندما تتحدث أنت عن مسار ثالث، عن يعني جهة أخرى، عن عدم التعويل على الحكومة الشرعية، تبدو هذه الخيارات هي طرحت في السابق يعني لكنها تبدو غير مجدية. في نهاية المطاف الالتفاف الآن موجود حول فكرة الشرعية، إذا ما خرجت هذه الشرعية سيكون هناك الكثير من الرؤوس. في نهاية المطاف يقول الكثيرون أن الرؤية الأممية، يا أخي لماذا لا يتم اعتماد هذه الرؤية الأممية للحل في اليمن وخلاص، ما دام أن الشرعية غير قادرة على إحداث يعني تأثير قوي وحل عسكري للمسألة اليمنية؟ أنا في اعتقادي أنه يجب أن يكون واضح أنه الرئيس الذي لا يمتلك يعني قرار عودته إلى اليمن لا يستطيع أن يمتلك قرار مصيري لمصير الشعب اليمني ومستقبله. هذا بات واضحا. نحن نتكلم على بعد 5 سنوات منذ الانقلاب على الشرعية وعلى الحكومة وبداية الحرب. المسألة الثانية، أنا في اعتقادي أن الإمارات والسعودية تود أن يبقى الوضع كما هو، تود أن يتمكن الحوثي من السيطرة على المناطق الشمالية، لأن هذا يعني يخدم مشروعها التوسعي في اليمن من خلال السيطرة على القرار السيادي اليمني، من خلال السيطرة على باب المندب، من خلال السيطرة على الجزر اليمنية ومنابع النفط. هم الآن يسيطرون ليس فقط على منابع النفط الحقيقية في شبوة وفي حضرموت وفي مألف، لكن أفهم منك أن التحالف العربي يعني سعيد بهذه البروباغندا السيئة تجاهه في نهاية المطاف عالميا. هل هو سعيد بهذا الاستنزاف لقواته على الأراضي اليمنية؟
بلا شك اصلا لا يوجد لهم اي قوات استنزاف على الارض، لا يوجد لهم قوات حقيقيه، هم يعني يستخدمون مرتزقه ويمنيون. يعني هذا التحالف الذي اشعل الحرب في العراق وفي سوريا وفي ليبيا وفي اماكن مختلفه من العالم لا يهمه اي شيء طالما بقي داخله امنا مستقرا على حساب الجمهوريات والديمقراطيات على مستوى العالم العربي. فلذلك انا في اعتقادي انه من مصلحه التحالف البقاء الوضع كما هو، من مصلحه التحالف هذا ان يبقى الحوثيون في الداخل. في المستقبل انا اذكرك هذا الكلام انها ستكون هناك صفقه بين التحالف هذا والحوثيون لكي يحكم الحوثيون الشمال، ومن ثم سيسلم الجنوب لمجلس انتقالي او المجلس الانتقالي الحالي لكي يتم السيطره والتحكم عليه من قبل التحالف الاماراتي والسعودي، لانه هدفهم هذا الوحيد هو السيطره على المهره من اجل ان يكون هناك انبوب نفط للسعوديه يمر من هذه المحافظه بعيدا عن التهديد الايراني من اجل ان يسيطرون على مضيق باب المندب وهم ما يقومون به اليوم. هذه الامور باتت واضحه في حال هناك اتفاق لاستعاده الشرعيه بين الحوثيين والشرعيه. هذا يعني ان الامارات والسعوديه يجب ان تغادر من الاراضي اليمنيه، ان يغادروا من الجزر اليمنيه، ان يسلم الوضع لحكومه شرعيه، وهذا لن يقبلوا به مطلقا طالما ولا يجد هناك مقاومه حقيقيه في اليمن. نعم هناك ضعف في اليمن، هناك ضعف في المقاومه بسبب وجود يعني مهزله ما يسمى بالشرعيه في الواجهه، والناس يحترمون ذلك الشرعيه من اجل ان يخرجوا من اطارها. لكن اذا انت تحدثت ايضا على رؤوس في الداخل، هناك رؤوس متعدده في الداخل، هناك العباس ممول من الامارات، هناك الزبيدي والشلال ممولين من الامارات والسعوديه، هناك رؤوس كثيره في اليمن تعمل. انا في اعتقادي ان الحكومه الشرعيه لم تحدث اي فرقا في المناطق التي يجب ان 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 ان, أن هي من تسيطر على تلك المناطق. فلذلك الامور بادت واضحه، يجب ان يبنى خيار المقاومه من اليوم، والخيار المقاومه الذي سيدحر الحوثي، ويجب ان ان تكون هناك مقاومه حتى تنشئ من اليوم، لانه مستقبلا الحرب هذا ستستمر، التقسيم اليمن على 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 كنتونات مصالح سيستمر طالما، وهناك مشروع ايضا لتجويع اليمنيين ولمنع دخول الغذاء والعلاج ودخول الطائرات الى اليمن، والاستمرار الموت في طرق الموت في طرق العبر وكثير من المناطق. طالما واليمنيون يحاصرون بهذه الطريقة، هناك مشروع لتقضيع اليمنيين من أجل القبول بأي مشروع، يعني تقسيم لليمن، وهذا ما يحدث في الجنوب وما يحدث في الشمال. فلذلك احنا كيمنيون نريد يعني استعادة شرعيتنا ودولتنا وجمهوريتنا. نحن الوحيدون الذين يجب علينا أن نقاوم وأن نبحث عن حلول أخرى بعيداً عن هذه المهزلة، مهزلة الأمم المتحدة، مهزلة التحالف، ومهزلة الحوثيون. هذا الطريق الوحيد الذي سينجح على المدى الطويل. نعم خياراً صعب، نعم خياراً ليس ربما ممكناً اليوم، نعم خياراً ليس له داعمين دوليين اليوم، لكن في حالة تبلور وحالة خرج اليمنيون للدفاع عن عرضهم واستعادة شرعيتهم، سوف يؤمن العالم بهذا التحرك وسيدعمونه، لكن لن يدعموا حكومة شرعية بيد الإمارات والسعودية، لن يدعموا حوثيون يعني يملون إلى المشروع الإيراني. فلذلك يجب اليمنيون أن يتمسكوا بزمام أمورهم. طيب يعني في بوضع الاعتبار لما تفضلت به، أسألك سيد سرور الآن، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية سيدة دي كارلو، روزماري دي كارلو، تحدثت على أن الرئيس عبد الرب منصور هادي أكد التزامه بالتنفيذ الكامل لاتفاق ستوكهولم. هناك أيضا بيان من يعني دعوات من الأمم المتحدة تدعو إلى إكمال المفاوضات المعلقة حول إعادة الانتشار في اليمن. ما الذي سنراه في قادم الأيام برأيك؟ سيد سرور، ما بالصوت عندي غير واضح. نعم كنت سألتك، أن السيدة دي كارلو كانت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، كانت التقت الرئيس هادي، تحدثت على أن هناك قدم الرئيس هادي التزام بالتنفيذ الكامل لاتفاق ستوكهولم، والأمم المتحدة تدعو إلى إكمال المفاوضات المعلقة حول إعادة الانتشار. ما الذي سنراه خلال الأيام المقبلة فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاق؟ سيد سرور، سيد سرور، إذن هناك إشكالية في وصول الصوت إلى السيد طارق سرور.
أعود إليك بسؤال أخير سيد القعطبي، هل الآن الحكومة الشرعية قادرة على يعني الوقوف بشكل صلب أمام مساعي الأمم المتحدة للحل السياسي؟ بدقيقة إذا سمحت. لا تستطيع. أنا في اعتقادي الحكومة الشرعية ستدار من خلال وجهات نظر الإماراتية والسعودية، وسترغم يعني وستجبر على تنفيذ ما يراه التحالف هذا، وليس لها أي خيار ولا لها أي شيء. طالما والرئيس لم يخرج من 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 المملكة العربية السعودية ويعود إلى اليمن، طالما والرئيس لم يخاطب الشعب اليمني وليست له لا جبهة شعبية ولا عسكرية ولا سياسية، سنستمر في هذا الصراع. وأنا في اعتقادي أنه طالما والحكومة قبلت بهذه المهزلة تبع السويد، ستقبل بأي مهزلات قادمة وستظل في الحرقة المخفرقة التي لا لليمنيين لا فيها شأن ولا تمسهم القضية بأي شيء. إذن أشكرك سيد إبراهيم القعطبي المحلل السياسي، كنت معنا عبر السكايب من نيويورك، وكذا الشكر موصول لسيد طارق سرور الناشط السياسي، كنتما من عدن معنا عبر الأقمار الصناعية، كنتما معنا في هذه الحلقة. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.